الأستاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ عمرو وكل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك طيبين جميعا يا فندم. أخبار الأسعار إيه؟ التقرير واللي حضرتك أنت قلت جاب بيجيب منه هو من عنده هو. طيب إحنا بس عايزين السادة المواطنين إخواتنا وأهلنا كل الشعب المصري، دلوقتي احنا عندنا زيادة في الانتاج، عندنا مزيد من المشاريع الزراعية اتت ثمارها، عندنا توسعات كبيرة جدا خلت في انتاجية عالية، المواسم الصيفية المعتادة اللي احنا فيها انتاجية اعلى من الشتاء، كل ده وفر طبعا زيادة المعروض. واحنا طبعا كان في توجهات من القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء ان يبقى في منافذ في كل محافظات مصر مش في القاهرة الكبرى بس، واحنا طبعا بالتنسيق مع كل الغرف بيبقى فيه دلوقتي معارض ثابته ومتنقله وشكلها غير معتاد، مش شوادر بقى عاديه، لا ده يبقى فيه حاجات يعني ثابته في اماكنها تبقى طوال العام، مش مواسم معينه زي اهل رمضان وخلاص، لا هنشتغل طوال العام. طب هي المنافس ديت اللي بتبيع كميه اقل من الجمله دي موجوده في كل اسواق الجمله ولا في حته واحده؟ لا في كل الاسواق في كل احياء مصر هتبقى متواجده هذه المنافذ، مش اسواق جمله بس، احنا عندنا اسواق جمله بتعمل ده عشان خاطر الساده المواطنين يعرفوا ان في مثلا على سبيل المثال زي ما تفضلت سيادتك والتقرير طبعا شرح كل شيء على ارض الواقع، يبقى في شفافيه لدى المواطن انه يعرف الاسعار فيها بعض يعني من حي لحي من منطقه لمنطقه من محافظه لمحافظه، لا احنا عايزين تنزل زي ما حضرتك تفضلت وقلت خد انزل ودور واعرف واسال ده بكام ودي مراقبه شعبيه، واحنا قلنا ده عده مرات ومدخلات. يعني انا رايي انه ربه البيت اللي بتنزل كمان وتعرف حاجه زي دي تقول لحماتها وتقول لاختها على فكره يا حبيبتي انا لقيت في السوق النهارده سوق جديد وعاملين منفذ والاسعار اقل كتير، بتعالي نجيب سوا، ويعني يعني الناس برضو دورها في التوعيه وانه الناس تقدر توفر يبقى افضل. ده اللي حضرتك اشرت اليه وده اللي احنا بناكد عليه في السابق وفي الحالي وفي المستقبل، ان لابد يبقى المواطن عنده مراقبه وهو يقدر يتوصل لده من خلال ان هو ينزل ياخد، يعني على سبيل المثال انت قلت المانجا، انزل خد كرتونه مانجا هتوفر تقريبا 50% عن الاسعار اللي هي خارج الاسواق الجمله. بنقول في المعارض الثابته المتنقله اللي الغرف التجاريه والاتحاد العام اللي هو شريك اساسي في هذه المنافذ هيبقى في عروض كبيره جدا، انزل في المنافذ دي خد، انت عايز بقى تاخد المغلف اللي حضرتك اشرت اليه ولا انت حر، انت عايز خدمه توصيل المنازل لغايه المنازل انت حر، بتتلقى خدمه بتدفع ثمنها، ولكن احنا بنقول احنا النهارده عندنا زيادة في الانتاجية في ظل العالم كله يا أستاذ عمرو بيعاني من أزمة غذاء عالمي وعندنا المنتجات الزراعية الحمد لله متوفرة وموجودة، ما عندناش أي منتج ناقص السوق المصري. احنا بنقول للسادة المواطنين كل الخضار الطماطم يا أستاذ عمرو لما كنا في السابق وكنا بنتحدث من 15 ل 20 وكنت حضرتك أنت قلت لا ودي أسعار النهاردة 3 كيلو في أسواق التجزئة ب 10 جنيه يا فندم، والبطاطس بكام؟ الطبق يا فندم ال 3 كيلو ب 10 جنيه طماطم في اسواق التجزئه، والبطاطس البطاطس من 6 جنيه لغايه من 5 جنيه لغايه 7 جنيه اعلى جوده. فاحنا بنقول للناس عشان تبقى عارف البصل ب 3 جنيه في اسواق التجزئه، الكوسه ب 7 جنيه يا فندم، المانجا اللي انت قلت ب 5 الكلام ده مش المانجا في اسواق الجمله من 10 جنيه لغايه اعلى جوده العويس ب 20 جنيه بتتباع في اسواق التجزئه في المعارض الغرف التجاريه والدوله وكلنا واحد وزاره الداخليه. يعني مش طالبه مانجا دلوقتي لو ب 20 ب 35، يعني مش دي القضيه، عندنا العنب حلو عندنا الخوخ حلو عندنا الخوخ انواع عنب خوخ ده عندنا الخوخ المدور ده شهد تاكله كده يشر خوخ عنب بطيخ كنتالوب كل اصناف الفاكهه، وبنبشر الناس الساده المواطنين اهلنا من الشعب المصري ان المانجا السنه دي الحمد لله في انتاجيه في الشجر عاليه عن العام السابق. السنه اللي فاتت قعدنا مده على ما لقينا مانجا،
لا الحمد لله مكتظه الاسواق بكل المنتجات الزراعيه، لدينا مزيد من المنتجات، ما عندناش ازمه في منتج زراعي، بالعكس ده احنا كمان بفائض عن سوقنا المحلي بنصدر بعض الاصناف، يعني زي الفاكهه زي الخضروات واشهر الفواكه في تصديرها، او البطيخ عندنا، بعض الموالح عندنا، البطاطس البصل كل ده احنا بنصدر كميات كبيره جدا منه. ولكن بنقول للساده المواطنين رجاء احنا دلوقتي عندنا مزيد من الانتاج، خد احتياجاتك، وبنقول للناس خدوا ازيد من احتياجاتكم لما يبقى عندي مزيد من الانتاج زي الايام دي، وخد وحط عندك في الفريزر، وخد من اسعار مخفضه، وانزل روح اتفسح شوف الاسواق، شوف النهارده العروض اللي بتقدمها المنافذ الثابته المتحركه اللي الدوله والقياده السياسيه، يعني شغل الشاغل الدوله ان توفر المنتجات للمواطن. النهارده كل المنتجات، انت نزلت يا استاذ عمرو في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه لقيت منتج ناقص، لا لا مفيش، لا لا، ده كل حاجة موجودة. أنا